مرحبا أعزائي، شاهدوا معي هذا المقطع المصور بانتباه وسنعود بعد قليل للتحدث عنه. ماذا برأيكم سيحل به؟ أتمنى أن يخرج سالماً من هذا البحر. وأنتم لو كنتم مكانه، هل كنتم ستفعلون مثله لأن البحر يبدو جميلاً ومشجعاً لكم للسباحة؟ أو كنتم ستنتبهون للقانون وتمتثلون له؟ تعلم عماد. غضب عماد كثيراً من أهله وثار عليهما وأراد أن يصبح كبيراً فلا يخضع لهما، لكنه تفاجأ كلما كبر زادت القوانين، وكلما تقدم في العمر شعر كأنه سجين. لا تخرج في الليل وحدك، مع الغرباء لا تتكلم، اسمع كلام والديك والطاعة تعلم. لم يشعر غسان بالظلم بل كان سعيداً ورأى اهتمام أهله لحياته مفيداً وحاول إقناع أخيه، لكن عماداً عنيد فتعدى القانون وخرج في الليل وحيد. يومها عاد خائفاً وارتمى في حضن والديه، وجد منزله دافئاً والحب يغمره فيه، وفهم أخيراً يومها أن القانون يحميه. بعد مشاهدة المقطع المصور الجميل، دعونا نقرأ النص. تعلم عماد، هذا هو العنوان. غضب عماد كثيراً من أهله وثار عليهما وأراد أن يصبح كبيراً فلا يخضع لهما، لكنه تفاجأ كلما كبر زادت القوانين، وكلما تقدم في العمر شعر كأنه سجين. هل تذكرون غسان وعماد؟ التوأم الغريب، الأخوان المختلفان في كل شيء. لما غضب عماد من أهله؟ بسبب القوانين التي يضعونها له. ماذا يتمنى عماد في هذا النص؟ يتمنى أن يصبح كبيراً لكي لا يخضع لوالديه. هل يحصل ذلك فعلاً عندما يكبر؟ كلا، بل على العكس، كلما كبر عماد ازدادت القوانين وشعر وكأنه سجين. تابعوا معي القراءة لنعرف المزيد عن عماد وغسان. لا تخرج في الليل وحدك، مع الغرباء لا تتكلم، اسمع كلام والديك والطاعة تعلم. لم يشعر غسان بالظلم بل كان سعيدا ورأى اهتمام أهله لحياته مفيدا. ما هي القوانين التي وضعها الأهل لغسان وعماد؟ عدم الخروج في الليل وحدهما، عدم التكلم مع الغرباء، وطاعة الأهل. كيف كان يشعر غسان توأم عماد تجاه هذه القوانين؟ طبعاً كان سعيداً لأنه رأى في هذه القوانين اهتمام أهله به. هل كان شعور عماد مشابهاً لشعور أخيه غسان؟ كلا، كان يشعر كأنه في سجن. لو كنت مكانهما، ماذا كنت ستفعل؟ هل كنت ستتصرف كغسان أو كعماد؟ تابعوا معي القراءة. وحاول إقناع أخيه، لكن عماداً عنيد، فتعدى القانون وخرج في الليل وحيد. يومها عاد خائفاً وارتمى في حضن والديه، وجد منزله دافئاً والحب يغمره فيه، وفهم أخيراً يومها أن القانون يحميه. ماذا اختار عماد أن يفعل؟ هل سمع نصيحة أخيه؟ كلا، بل قرر الخروج في الليل وحده. هل هذا أمر مقبول برأيكم؟ طبعاً لا. وهل هو مفيد له؟ على العكس، فقد خاف عماد وعاد راكداً إلى أمه. ماذا حصل معه برأيكم؟ لا نعلم أعزائي، قد يكون خاف من الظلمة، أو ربما واجهه حيوان في الطريق أو شخص أخافه.
إذن هل كان قرار عماد صائباً أي صحيحاً؟ كلا. ماذا تعلم بعد ذلك النهار؟ تعلم عماد أن القانون موجود لحمايته. من التزم أعزائي بالقانون في هذه القصة؟ غسان التزم بالقوانين، ومن تعدى هذه القوانين؟ عماد. وفي الفعل من الذي يلتزم ومن الذي يتعدى برأيكم؟ اقرأوا معي هاتين العبارتين: غضب عماد زادت القوانين. أين الفعل في الجملة الأولى؟ الفعل هو غضب. من الذي غضب؟ أين الفاعل؟ عماد. إذن عماد غضب. أين الفعل في الجملة الثانية؟ زادت. ومن التي زادت؟ أين الفاعل؟ القوانين. القوانين هي التي زادت. إذن هل فهمنا معنى الجملة بوجود الفاعل فقط؟ أم احتاج الفعل إلى كلمة أخرى لنفهم معنى الجملة؟ فهمنا المعنى من الفاعل فقط، انتهت الجملة. إذن ماذا نسمي الفعل الذي يلتزم بالفاعل ولا يحتاج إلى مفعول به لإيضاح المعنى؟ إنه فعل لازم، أي يلزم فاعله ولا يحتاج إلى كلمة أخرى. والآن انظروا معي إلى العبارتين التاليتين، لاحظوا جيدا. حاول غسان إقناع أخيه. تعدى عماد القانون. أين الفعل في الجملة الأولى؟ حاول. إذن حاول هو الفعل. من الذي حاول؟ غسان هو الذي حاول. إذن غسان هو الفاعل. ماذا حاول غسان أعزائي؟ حاول غسان إقناع أخيه. إذن إقناع. هل كان سيكتمل معنى الجملة إذا كانت فقط حاول غسان؟ كلا، المعنى ناقص، علينا أن ندرك ما الذي حاول غسان القيام به. وفي الجملة الثانية أين الفعل؟ تعدى عماد القانون. تعدى هو الفعل. أين الفاعل؟ من الذي تعدى؟ هنا عماد تعدى. تعدى عماد. ماذا تعدى عماد؟ القانون. إذن تعدى عماد القانون. هل سنفهم معنى الجملة إذا قلنا تعدى عماد فقط وأنهينا الجملة؟ طبعا لا. إذن ماذا نسمي الفعل الذي لا يكتفي بالفاعل بل يحتاج إلى مفعول به لإيضاح المعنى؟ تذكروا، نسميه فعلا متعديا. إذن أعزائي، كل فعل يمكنني أن أسأل فيه ماذا فعل فاعله؟ يكون فعلاً متعدياً، فالفعل يتعدى الفاعل بمفعول به. ولكن هل تعلمون أن بعض الأفعال لا يمكنني أن أضيف إليها مفعولاً به، ولكنها أيضاً تحتاج إلى إضافات لنفهم المعنى، فتتعدى بالحرف. لاحظوا معي الطريقة. يشعر أبي بالتعب. عبرت أختي عن فرحها بهديتي. استمع أخي إلى الموسيقى. من الذي يشعر في الجملة الأولى؟ الأب هو الذي يشعر. يشعر أبي. هل يكتمل معنى الجملة إذا حذفت كلمة بالتعب؟ يشعر أبي فقط؟ كلا. إذن الفعل يشعر ليس لازما. هل يمكنني أن أقول ماذا يشعر؟ كلا، نسأل بما يشعر. إذن تعدى هذا الفعل ولكن ليس بمفعول به، بالحرف. إذن استخدمنا الحرف الباء. ومن التي عبرت في الجملة الثانية؟ عبرت أختي. هل الفعل عبر لازم أم متعد؟ لا يمكنني أن أسأل ماذا عبر، ولكن هنا أقول عما عبر. إذن وضعنا الحرف عن. أما الجملة الثالثة، استمع أخي إلى الموسيقى. هل الفعل لازم أم متعد؟ انتبهوا، أم هو متعد بالحرف هنا؟ إنه متعد بالحرف، لأننا لا نسأل ماذا، بل نسأل هنا إلى ما استمع، إلى الموسيقى. إذن أعزائي، ها
هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصتنا التي تعلمنا فيها التمييز بين الفعل اللازم الذي يلزم فاعله والفعل المتعدي الذي يحتاج لإتمام معنى الجملة إلى مفعول به. كذلك يمكنه أن يحتاج إلى حرف من حروف اللغة العربية. أدرسوا جيداً وأنا أراكم لاحقاً. إلى اللقاء. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا 7+.